بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يومنا هذا الخميس الموافق 4 رجب 1441 هجرية، تم توفير هذا الواية الماء إلى وادي الجندية قرية الدول على نفقة باع الخير، جزاه الله خير وغفر له ولوالديه وأسقاه الله من فضل جناته وجعله الله في ميزان حسناته. اللهم اجزكم خير وغفر لكم ولوالديكم وأسقاكم الله من فضل جناته. جزا الله فاعل الخير الذي مد يده إلى هذا الناس المحتاجين، فجزاكم الله خير وغفر لكم ولوالديكم وأسقاكم الله من فضل جناته وجعله الله في ميزان حسناتكم. اللهم اجزي كل خير، اللهم اجعل لكل قطرة ماء في ميزان حسناتكم. جزا الله كل من مد يد العون إلى هذا الناس المحتاجين. من سقى مسلما على ما سقاه الله من الرحيق المحروم، فجزاكم الله كل خير. وأسقاكم الله من حوض جنات وجعله الله في ميزان حسناتكم. جزا الله فاعل الخير الذي مد يديه الى هذه الناس الفقراء المحتاجين. كلهم شفق ليتي لان ما بايام هذا الدنيا قاحل، احنا عطوش، كل احنا الناس عطوش، الدنيا عندنا قحل، معانا لا مال معانا حاجه. الله يحفظها ويديرها ويسر امرها ان شاء الله. جزاكم الله خير وغفر لكم ولوالديكم.